هنعمل كمان ذرة حلوة بنكهات مختلفة. تعالوا بقى نشوف مع بعض الذرة اللي بالنكهات المختلفة. أنا عاملة ثلاث أنواع من النكهات للذرة، هي ذرة حلوة عادية بس عاملينها بطريقة جديدة. الزبدة هي الأساس، يعني الذرة والزبدة الأساس. هنغير في إيه بقى؟ هنعملها مرة بنكهة الجبن، فهنبقى محتاجين جبنة موتزاريلا، باودر الجبن ده اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، بيبقى كده في برطمانات، بيبقى فيه جبنه مكسيكي، جبنه مش في كذا كده نوع جبنه، ومعاها بودره ثوم ورشه بابريكا، رشه واحده بس من البابريكا ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش. ماشي، نحط هنا الزبده بصوا، انا هحط الزبده والذره بتوع الوصفتين، لان كده ولا كده احنا محتاجين الوصفتين حادقه ووصفه حلوه. هقول لكم الوصفه الحلوه ايه دلوقتي. فالاثنين هنبقى محتاجين فيهم رشه فلفل اسود، ملح، خلاص. وهنحط اهو تلتين الكميه عشان الباقي ده نسيبه بقى يتشوح كده براحته. الوصفه الثالثه بقى الحلوه بتاعتنا، حليب مكثف محلى. هيتحط عليه حليب مكثف محلى، دوره زبده حليب مكثف محلى. بس عايزه اقول لكم ظريف جدا جدا. انا بس ده اول ما يتشوح هقسمه بقى نصين، هحط هنا رز الدوره اللي بالزبده نص الكميه، عشان انا عايزه نص منها اعملها بنكهه الجبنه والنص تاني بنكهه البابريكا وتبقى سبايسي، نكهه البابريكا والشطه. خلاص اهو، اول ما احس ان الزبده ساحت والذره بتاعي ابتدى كده يبقبق كده، ده معناه ان هو غلي وايه وبقى جاهز. طيب اهو، نحط بقى نص الكميه هنا كده، نصها بالظبط. هنجيب بقى بودره الثوم. عايزه اقول لكم بودره الثوم اساسيه، فكنت حطيتها في الاثنين بس خلاص مش مهم. والجبنه اهي، عايزه اقول لكم جميله جدا. نفضل نقلبها لحد ما الجبنه تسيح خالص. ممكن نعملها بتشادر، اي نوع جبنه عندنا، بس بلاش رومي عشان بتبقى حادقه. خلاص، نحط بقى الجبنه المكسيكي دي. في جبنه المكسيكي دي سبايسي شويه بس مش قوي يعني، وفي تانية جبنة دي بقى مش سبايسي خالص، بس دي سبايسي شوية صغيرين، بس دي بقى تتقدم على طول وهي سخنة كده. نحط كده ونحط بقى المشطشطة، بس طبعا ما نزودش قوي، هنزود البابريكا عشان اللون يبقى حلو، والشطة بقى حاجة بسيطة جدا اهو. ماشي، بس احنا عايزين لونها يبقى حلو. بصوا اللون بقى جميل جدا، عايزة اقول لكم دي طعمها ظريفة قوي. تعالوا بس نعمل اخر خطوة او اخر وصفة للذرة عندنا، ماشي، اللي هي عبارة عن زبدة. خلاص، الزبده هنا مش كتير قوي لان الحليب المكثف المحلى يعني دسم ومش هيبقى محتاج ماده دهنيه قوي. وهنحط، بس لازم نحطه، هنحط الذره كده، سيبه بس يسخن ويغلي. ده برضو من الحاجات اللي هتتقدم
سخنه. بصوا بقى الدوره اهو بالزبده، هنعمل ايه؟ هنحط عليها بقى الحليب المكثف المحلى. عايزه اقول لكم الوصفه دي من الوصفات الخطيره الحلوه، بتتخن بتتخن جدا جدا، ما اقدرش اقول لكم انها ما بتتخنش، بس طعمها حلو جدا وظريف. وصفه تعتبر يعني شتويه شويه، بس طبعا ممكن تتاكل في الصيف، بس هي شتويه. الاطفال هتحبها جدا والكبار هتحبها قوي برضو. من الحاجات اللي بتتحط كده جنب الاكل الحادق، يعني ممكن ناكلها كحلو بس، وممكن بعد لما نخلص الاكل بتاعنا خلاص اللي على السفره ده نقوم واخدين كده ايه معلقه وناكلها، وبتبقى حلوه جدا. وكده نكون خلصنا النهارده، قلت لكم مقادير اول وصفه الدوره اللي احنا عملناها بالبابريكا دي، سبايسي جدا بالبابريكا ورشه شطه، برده والله مش سبايسي قوي لان الاحمر ده اصلا بابريكا، ودي جبنه وبودره ثوم وكمان رشه جبنه مكسيكي، وده دوره بالحليب المكثف المحلى. الثلاث حاجات دول الميكس ما بينهم كان الزبده، الحاجتين دول الميكس ما بينهم كان الزبده وبودره الثوم وطبعا الملح والفلفل الاسود.